أخبار وساحل وفيها اختتام منتدى المعادن والنفط والغاز موريتاني 2018 بمشاركة عشرات الشركات العالمية والفاعلين الاقتصاديين. موريتانيا تتسلم رئاسة مجموعة 5+5 من البرتغال. الرياضات الميكانيكية في موريتانيا تجارب فردية تصطدم بغياب الاهتمام. أهلا بكم إلى تفاصيل. أسدل ستارة في العاصمة نواكشوط على فعاليات منتدى المعادن والنفط والغاز المعروف بموريتانيد، وهو أكبر ملتقى لجذب المستثمرين الدوليين وشركات النفط والغاز في العالم. وأجمع المشاركون على أهمية هذا المؤتمر في وضع المستثمرين في صورة ما تزخر به موريتانيا من فرص واعدة لاستكشاف المعادن والنفط والغاز. عروض ومحاضرات تنعش معرض موريتانيد 2018. خبراء في مجالات الطاقة والمعادن والجوانب التنظيمية والتشريعية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني أشادوا بما أسموه النجاحات التي حققها المعرض بمشاركة 1500 مشارك. نذمنوا عودان للبلد اللي هو مش من بليدة ما عين حد في جهة إلى عاد قبلت ياسر من المستثمرين، وذا بفضل عوامل قد نذكر منهم الحالة المستقرة للبلد والاقتصاد المتنامي متسارع مالي هذا قال استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. ثانيا بالنسبة نحن كمجتمع خلال هذه العروض اللي حضرنا لها ظهر لنا اعلان مالي الجانب البيئي ما هو متروك. دلالات عديدة حملتها النسخة الخامسة من معرض موريتانيد لهذا العام، خصوصا في بعدها الاقتصادي والسياسي ومستوى شراكتها مع شركات عالمية وقدرة خلقها لمستثمرين محليين باتوا يشكلون شريكا وطنيا في مجالات اقتصادية متعددة. دلالة مهمة بالنسبة لطفرة نوعية في البلد، وتقدم ياسر ما شاء الله من تقدم البلد في اسم المجالات كيف مجالات الاستثمار ومجالات التمويلات ومجالات اليد العامله في الشراكة العملاقه. ما شاء الله هذا البلد يشهد طفره نوعيه الحمد لله في ذا المجال، ونحن مذمنين ذاك الجهد اللي معدل الدوله وزين عندنا ومعتبر واساسي عندنا عنهم ملتزمين بالمعايير البيئيه. معرض موريتانيد الذي اعطى اشارته امس الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لم يعد منتدا وطنيا فحسب، بل بات فرصه تلاقي اقتصادي لمستثمرين دوليين ومحطه تعريف بموريتانيا كل سنتين. الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار في موريتانيا ثنائيه حضرت بشكل قوي خلال المحاضرات وعلى هامش العروض التي انعشت اليوم الثاني من معرض موريتانيد 2018، فيما يتوقع مراقبون ان يحمل البيان الختامي الكثير من النقاط التي قد تؤسس لدعامه مستقبليه لقطاع المعادن والطاقه في موريتانيا. الشيخ مد النجاشي، تلفزيون الساحل، قصر المؤتمرات المرابطون، نواكشوط. وقعت الحكومة الموريتانية وشركة توتال الفرنسية 3 اتفاقيات تتعلق 2 منها بالاستكشاف والانتاج في مقطعين في الحوض الساحلي الموريتاني، فيما تتعلق الثالثة بتقديم الشركة لخدمات الطاقة الشمسية في مدينتي كيفا والنعمة. ووقع الاتفاقيات عن الحكومة الموريتانية وزير النفط والطاقة والمعادن محمد والعبد الفتاح وعن شركة توتال الفرنسية مديرها في افريقيا كيا موريس. ووقعت الاتفاقيات على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض موريتانيد للنفط والغاز والمعادن، وتتعلق اتفاقيتا الاستكشاف والانتاج بالمقطعين S15 و S31 في الحوض الساحلي الموريتاني. نتابع فيما يلي آراء بعض المشاركين في منتدى موريتانيد للمعادن والنفط والغاز. نتابع. هذه الدولة قال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أنا الحمد لله مازالت ملانة من الخيرات وأراضيها ما باتوا استخرجوا، وتحتاج رأس مال أجنبي طبعا يتوفروا له المعايير اللي قنعته هو من أهمها الأمن، قال الأمن لا سيكيريتي، ونختاروا
ذمنوا هذه التظاهرة اللي نعتبرها هم هي من التظاهرات كاملين السياسية والأمور كاملة. نختار الشباب يتوجه للعمل خاصة في هذه الميادين اللي المعادن، الميادين اللي موجودة في البلد بالشفافية في هذا المجال، ونهتم أساسا بالمردودية بالأثر الإيجابي بالنسبة للسكان فيما يخص الرفع من مستوى السكان فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن لائق وأمن ومشاركة إلى غير ذلك. هذا وترتبط موريتانيا بعدة اتفاقيات مع شركات عالمية تنشط في مجال المعادن والغاز والنفط. نتابع المزيد في العرض التالي. في تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية سجلت إفريقيا أرقاما مخيفة في عدد الضحايا بحوادث السير، حيث تبلغ نسبة الوفيات 44% جراء حوادث السير. ففي القارة السمراء تفتك حوادث السير بأعداد كبيرة من الأشخاص من المارة وركاب السيارات والدراجات. عماد أحمد. بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية يبلغ عدد الضحايا 1,350,000 حالة وفاة. النسبة الأكبر تبقى من حصة إفريقيا، حيث يموت 26 شخصا من كل 100,000 نسمة، وهذا يفوق 3 مرات عدد ضحايا الحوادث في أوروبا. وإذا بحثنا عن الأسباب نجد أن شبكات الطرق شحيحة مقارنة بعدد السيارات، وقديمة ولا تتوفر على معايير السلامة والأمان ولا على إشارات المرور. أضف إلى ذلك أن السائقين لا يحترمون قوانين السير ولا أنظمة المرور، ولا يضع الركاب أحزمة الأمان، ثم إن عدد الركاب يكون في أغلب الأحيان أكثر من العدد المسموح به على متن العربات وسيارات النقل. وتنضاف أسباب أخرى في عدد من مناطق القارة الإفريقية، منها الرشوة وتعاطي الكحول. وفي موريتانيا تطرح بإلحاح مشكلة العدد الكبير للسيارات وقدمها، بالإضافة إلى عدم احترام قانون السير والسرعة الفائقة. كما يسجل أيضا الضغط الكبير على محاور طرق رئيسية مثل طريق الأمل، وتدهور بعض المقاطع على طريق الأمل، وتركيز المنشآت الطبية في العاصمة نواكشوط. هذا بالرغم من التحسن الملحوظ في تشييد الطرق المعبدة والتركيز في إقامتها على كبريات المدن وتجاهل إقامة أرصفة ولو رملية على الطرق الداخلية، وضعف القدرات في مجال الإسعافات الأولية للمصابين في حوادث السير خاصة على الطرق الداخلية. وفي غياب إحصائيات رسمية عن ضحايا الحوادث في موريتانيا، أفاد تقرير لإحدى شركات التأمين أن نحو 300 شخص قضوا
سنويا جراء الحوادث، وأن أكثر من 3000 أصيبوا بجروح، لكن الأمل معقود في التخفيف من الضحايا بالوعي المتزايد لدى المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسين بمخاطر حوادث السير. تسلمت موريتانيا رئاسة مجموعة دول غرب المتوسط المعروفة بخمسة زائد خمسة، التي تضم بالإضافة إلى دول المغرب العربي الخمس موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس وليبيا، كلا من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال ومالطا. وكان الاجتماع التاسع لوزراء النقل على مستوى المجموعة قد بدأ في وقت سابق اليوم، وبحث المشاركون وضع إطار تعاون بين الدول المعنية في مجال النقل والدفع به للمساهمة في تعزيز الشراكة المتوسطية وتذليل كافة الصعاب التي تحول دون تحقيق تطلعات شعوب دول المجموعة المشروعة في الحصول على نقل عصري يحقق التكامل والاندماج البيني في هذا المجال. ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع متزايد لحوادث السير في موريتانيا. رفعت فرنسا مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب اعتداء ستراسبورغ الدامي الذي وقع مساء الثلاثاء في سوق عيد الميلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستينير. كما فرضت إجراءات رقابة مشددة على حدودها وفي كل أسواق عيد الميلاد. تأتي هذه الإجراءات ساعات بعد الهجوم الذي استهدف مواطنين فرنسيين في مدينة ستراسبورغ. عبد الله بن ناهي. مدينة ستراسبورغ الفرنسية تخطف الأضواء من العاصمة باريس، فدوي الانفجارات كان أعلى من صدى احتجاجات السترات الصفراء في قلب مدينة الأنوار. 3 قتلى و12 جريحا، حالة 6 منهم خطيرة. تلك هي الحصيلة التي أعلنتها الشرطة الفرنسية بعد الهجوم المسلح الذي استهدف السوق لعيد الميلاد في المدينة الواقعة شمال شرق البلاد. بينما أعلنت الشرطة الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني، وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن 350 شخصا بينهم 100 من أفراد الشرطة القضائية وعسكريون ومروحيتان يقومون بالبحث عن المهاجم. وتشير أصابع الاتهام إلى شاب ذي أصول عربية في ربيعه 29 يدعى شريف شيكات، معروف لدى الشرطة ويخضع للرقابة الأمنية، كما أنه متهم بحوالي 30 جريمة ما بين السرقة والنهب والقتل، وسجن في ألمانيا ما بين العامين 2016 و2017. وترشح مصادر متطابقة أن يكون قد خرج من فرنسا بعد سرقة سيارة أجرة. وقد اعتقل 4 أشخاص مقربون من المشتبه به للتحقيق معهم. نشرتنا متواصلة من تلفزيون ساحل، وتتابعونا بعد فاصل قصير. زين العبد الله سيف الملقب سيسوكو أحد المهتمين بالرياضة الميكانيكية منذ أكثر من 35 عاما. أهلا بكم من جديد. ما زالت الرياضة الميكانيكية تعيش حالة من الركود في موريتانيا، حيث يرى البعض أن السلطات لا توليها كثير اهتمام. من جهة أخرى يمارس البعض هذه الرياضة بشكل منفرد منذ سنوات رغم غياب الضمانات والمخاطر الكبيرة. محمد ولد الحافظ. الرياضة الميكانيكية إحدى أهم الرياضات عبر العالم، ولها جمهور يعشقها سواء من داخل موريتانيا أو خارجها، بل أن بعض المقيمين من عشاقها تفاجأوا بوجودها هنا. جيت لموريتانيا وكنت نشاهد هاي الرياضة على التلفزة، ما هي موجودة عنا. جيت لموريتانيا وريتها، رياضة زينة عندي حتى، ونختار عنهم يكبروا مشروعها ويعدلوا لها أشياء أشبه من هاي، والناس كاملة بعد تجي تشوفها وتعلم أولادها، هي رياضة زينة. زين الملقب سيسوكو أحد المهتمين بالرياضة الميكانيكية في موريتانيا منذ ما يربو على 3 عقود من الزمن. مارس هذه الرياضة من حوالي نقول لك 35 سنة، ومن المؤسسين الأولين بعد الأستاذ ودادي ولا مامو
هو اللي مؤسس الكبير اللي بدأ فيه ونحن كنا وراه. يواصل سيسوكو رغم الظروف من أجل بناء جيل جديد قادر على حمل لواء هذه الرياضة ومواصلة الإنجازات. وخرجنا ياسر من الشباب وعدنا ياسر من البطولات العالمية، شاركنا في باري داكار وشاركنا في لتور نوار والسنغال، وجزء من الشباب مولي شارك في مسابقات في الجزائر كزيدان والسويد أحمد وبعض من الشباب آخر. حصل الزين رفقة فريقه على عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بعض السباقات الدولية. أنا كشخص حصلنا على ميداية أولى في السنغال، وحصلنا على ميداية ثانية في السنغال، وفي مجموعة أخرى راح نقول لك جماعة، نحن دائما نمشي كجماعة، ماني متكلم باسمي أنا خاص عن الجماعة الأخرى اللي مشينا، نمشي دائما كجماعة وباسم جماعة، دائما حزنا على ميدايات الأولى وحزنا على ميدايات الثانية. بعض من الشباب تقاعد نظرا لهم وصعوبة هذا الرياضة الميكانيكية وثمنها التكاليف الصعبة. وتوب نحن نحاول كان يجي جيل اخر مولي ما تبقى وحده مزروقه. محمد الحافظ، الساحل تي في، نواكشوط. وبأخبار الرياضة تأتي أخبار الساحل على نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها اختتام منتدى المعادن والنفط والغاز موريتاني 2018 بمشاركة عشرات الشركات العالمية والفاعلين الاقتصاديين. موريتانيا تتسلم رئاسة مجموعة 5+5 من البرتغال. وتابعتم في أخبار الساحل الرياضات الميكانيكية في موريتانيا، تجارب فردية تصطدم بغياب الاهتمام. كرم متابعة مشكور، إلى اللقاء.